وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسرى على فخذ اليسرى وكفه اليمنى على فخذ اليمنى وقرب أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد رأيته يحركها يدعو بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي أنت سألت عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت، فإذا انتهى التحريك، يعني التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء، فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم، وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال، لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.